إذن خرج الألف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها في مسيرات في مناطق مختلفة من البلاد تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم. القاهرة شهدت تجمعات كبيرة قرب منشآت عسكرية، وقد انطلقت مسيرات من 18 مسجدا بعد صلاة الجمعة إلى محيط مسجد ربيع العدوية ومحيط اعتصام الإخوان في منطقة نهضة مصر أمام جامعة القاهرة. هذا وتوافد آلاف المتظاهرين على ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة في مليونية النصر والعبور التي دعت إليها حركة تمرد وجبهة 30 من يونيو لإحياء الذكرى 41 بالتقويم الهجري لحرب 6 أكتوبر. وردد المتظاهرون هتافات منددة بجماعة الإخوان المسلمين، كما شكل عدد من الشبان لجانا شعبية توزعت على المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير بعد ورود معلومات عن إمكانية تواجد مسيرات مؤيدة للإخوان إلى الميدان. إذن مشاهدينا نتابع دائما استطلاعنا للأحداث في القاهرة مع شبكة مراسلين من القاهرة. ينضم إلينا من ميدان التحرير بتحديد أحمد عثمان ومن محيط قصر الاتحادية أحمد بجاتو. أهلا بكم إلى هذه النشرة. أبدأ معك بجاتو من محيط قصر الاتحادية، كيف يبدو المشهد؟ نعم، تزايدت أعداد المتظاهرين هنا بصورة كبيرة الذين استجابوا لدعوات حملة تمرد والتيار الشعبي وكافة القوى المؤيدة لخارطة الطريق، تزايدت بصورة ملحوظة بعد صلاة التراويح. وكما تسمعين من خلفي الأناشيد والأغاني الوطنية وأيضا الألعاب النارية. كانت هناك قبل قليل طائرة مروحية طارت على ارتفاع منخفض الهبت حماس المتظاهرين الموجودين هنا. كانت هناك محاولة من جانب أنصار الرئيس معزول محمد مرسي لمسيرة قاموا بها من رابعة العدوية إلى قرب من قصر الاتحادية، لكن القوات الجيش حاولت منعهم، ولما لم يقوموا بالرجوع قامت بإلقاء بعض الغازات المسيلة للدموع تجاههم، اضطرهم للرجوع وبقوا في محيط دار الحرس الجمهوري الذي تقف عنده الآن هذه المسيرة مع تعزيزات أمنية مكثفة وتعزيزات من قوات الجيش. نعم، طب بجاتو هل عفوا عن المقاطعة، لكن هل يمكن أن نتابع المشهد من وراك؟ وفي نفس الوقت لو سمحت بجاتو تحدثنا عن التعزيزات العسكرية. نعم، يمكن يعني يمكن للكاميرا أن تنقل صورة أقرب بعض الشيء. تفضل. كما تشاهدين أعداد المتظاهرين زادت بعض الشيء، هناك لافتة كبيرة كتب عليها ضد الإرهاب في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. أيضا يعني الوضع أمام دار الحرس الجمهوري كما كنت أقول لك منذ قليل بات أهدأ بعد الاشتباكات التي حدثت بين قوات الجيش والمتظاهرين. هناك أيضا مسيرة من المفترض أنها تحاول التوجه إلى وزارة الدفاع، لكن قوات الجيش أيضا منعتها، ما أسفر عن اشتباكات طفيفة بين المؤيدي الرئيس المعزول وبين قوات الجيش، لكنها لم تنجح أيضا في الوصول إلى وزارة الدفاع. نعم. أيضا هناك مسيرة كان المفترض أن تسير إلى مقر الأمن الوطني لكنها لم تصل حتى الآن. الأمن الوطني هو أمن الدولة سابقا. يعني الأوضاع في المحيط قصر هنا هادئة تماما. نعم. سيما وأن الأجواء تعتبر احتفالية كما تشاهدين من الدرجة الأولى. نعم، ونفس هذه نعم فقط نفس هذه الأجواء الاحتفالية هي موجودة كذلك في ميدان التحرير التي يعني يحتشد فيها آلاف أو عشرات الآلاف، ولذلك سننتقل إلى ميدان التحرير. ابقى معنا بجاتو، لكن نتحول إلى أحمد عثمان لمعرفة تطورات خاصة المحتشدين والمتظاهرين في ميدان التحرير. كيف أصبح الوضع من عندك أحمد؟ نعم، يعني المشهد كما هو احتفالي بامتياز، هناك عشرات الالاف الذين يحتفلون منذ ساعة الافطار. الان هناك يعني ربما انتهاء من صلاة التراويح، ومن ثم اعلنت المنصة بانه ستبدأ الاحتفالات من خلال اكثر من مطرب، هناك علي الحجار واحمد سعد وشعراء مثل احمد فؤاد نجم وسيد حجاب. الافطار الجماعي حضره المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، شارك في الافطار وغادر بعدها بدون الادلاء باي تصريحات او دون الوصول الى المنصه. هناك ايضا تحليق لطائرات الجيش والقاء للاعلام المصريه. المنصه كما هي الهتافات تؤكد على الوحده ما بين الشعب والجيش وتنديد بما يفعله او بما تفعله جماعه الاخوان المسلمين وما يخرج من منصه ربيع العدويه من تهديدات. وهناك من يقول بان هذه هي موجه من الارهاب تحاول جماعه الاخوان المسلمين ان تفرضها على الشعب المصري خلال المرحله
حالية، يعني هناك بعض من أجواء القلق تسيطر على الميدان. هذه الأجواء تنعكس من خلال اللجان الشعبية وتكثيف عمليات التفتيش على مداخل الميدان، ولكن نعم. بشكل عام تظل الأجواء احتفالية حتى هذه المرة. نعم. طب بجهت لو سمحت، يعني لو نتحدث بأكثر تفصيلية عن الوضع، لو نشاهد المشهد من ورائك، وفي نفس الوقت لو عثمان أحمد عثمان لو نستمع لما يقوله المتظاهرون في ميدان التحرير. نعم، اذا كنت تريدين ان تتكلم الان، يعني هناك صمت على المنصه لان صلاه التراويح لا زالت مستمره، هناك عمليات دعاء من خلال المصلين، ولكن يعني بين الصلوات يعني تخرج الكلمات من على المنصه تؤكد على اهميه الوحده الوطنيه وعلى اهميه التكاتف والتواجد في ميدان التحرير، وايضا كما ذكرت لك تنديد بما يحدث من 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 كلمات وافعال في ميدان رابع العدويه. هم يؤكدون ان تظاهرات 30 من يونيو وما تلاها تظل في اطار السلميه، مستنكرين ان ما يحدث من احداث في رابع العدويه تحمل نوعا من الاستفزاز للقوات المسلحه وللشرطه المدنيه، ويؤكدون انهم سيستمرون على سلميتهم وينتقدون اجواء الاستفزاز والارهاب التي كما يقولون تخرج من رموز جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية من على منصة رابعة العدوية. طب هل هناك مسيرات أخرى أحمد من المتوقع أن تتوجه، أو هي بصدد التوجه إلى ميدان التحرير، وهل تقودها قوى سياسية أو مدنية معينة؟ نعم، بالفعل وصلت أكثر من مسيرة خلال الساعة الأخيرة. ربما كانت يعني هناك مسيرات جاءت من طلعت حرب ومن منطقة عبدين، حيث كان هناك إفطار جماعي احتفالا بجيكا الذي لقى حتفه خلال عهد الإخوان المسلمين، وأيضا كان هناك وفد كان جاء من قبل سيناء وتم استقباله بالكثير من الترحيب لأنه يتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان السادس من حرب أكتوبر، وبالتالي كما ترين يعني وهناك يعني أيضا ترحيب بمثل هذا التحليق من قبل الطائرات. هم يعتبرون بأن هذه هي رسالة طمأنة ودعم من قبل القوات المسلحة. نعم، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لمراسلينا من ميدان تحرير أحمد عثمان، وكذلك من محيط قصر الاتحادية كان معنا أحمد بجاتو. شكرا جزيلا لكما.